هذا الانتصار تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نلتقي بكم في صباح هذا اليوم وفي ثاني أيام هذا السباق، سباقنا المحلي الثاني على أرضية ميدان التحدي، ميدان شحانية لسباقات الهجن. انطلق على بركة الله ثالث أشواطنا الصباحية وثاني أشواط الأبكار. المسافة 2 كيلومترات عن خط النهاية. نتمنى التوفيق لكل الشعارات المنطلقة. نبدأ مباشرة بالتعرف على الأسماء الخمسة. مقدمة الشوط هذه نو، في مقدمة الشوط لناصر بن عبد الهادي بن هدوان الذي يقدم لنا شعاره وتحدياته ونوه على الصدارة. بينما في المركز الثاني من الجانب الآخر نتابع التحدي الجميل والانطلاق من بلشة، حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي يقدم لنا بلشة على المركز الثاني. ننتقل إلى ثالث المراكز لنجد في المركز الثالث احتراز سعود بن خالد بن صقر بن شامان الهاجري، من يقدم احتراز على المركز الثالث. نقل إلى المركز الرابع لنجد في رابع المراكز، شوف الاسم القادم في هذه اللحظة، وصلت هيبة هيبة على المركز الرابع، عبد الله بن سعيد بن قربان الجحيش الذي يقدم شعاره في هذه اللحظات، وحصرية قادمة لنايف بن حمد بن سالم النابت يقدم حصرية في هذا الأداء الممتاز. عودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول مع نوة على الصدارة والبداية الأولى، منطلقة هنا بهذا الشعار الجميل، الشعار الممتاز، شعار الخطوط القطرية على مقدمة الشوط بالتحدي الرائع والجميل. في المقدمة ناصر بن عبد الهادي بن هدوان، بدأ بن هدوان هنا يصدر التعليمات، وهذه نوة بدأت تسير نحو الناموس والانتصار في هذا الشوط، ثاني أشواط الإبكار. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف الأداء الراقي هنا في مقدمة الشوط. هذه نوة مشاهدين الأعزاء متجهة نحو خط النهاية لتفرض سيطرتها على هذا الشوط وتؤكد حضورها في هذا الصباح. ما شاء الله تبارك الرحمن، انفردت عن بقية المراكز هنا مشاهدين الأعزاء. سلام 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 يا بن هدوان، سلام سلام يا بن هدوان هناك مع نوة في هذا الشوط تحقق الناموس والانتصار. تهانينا لناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان الغفران، من قدم لنا نوة في هذا الشوط بتحدي والأروع. تهانينا واسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. بينما حصرية من وصل ثانيا لنايب بن حمد بن سالم النابت المري، المركز الثالث كان من نصيب هيبة لعبد الله بن سعيد بن محمد بن قربان الجحيش، والمركز الرابع، المركز الرابع كان من نصيب سيوف لحمد بن خجيم بن علي العذبي، والمركز الخامس، خامس المراكز من وصلت سمور لراشد بن عبد الله بن علي بن حمد الفيدة. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء للخمسة المراكز، اول الاسماء الواصلة الى خط النهاية. عودة مع ملخص شوطنا الماضي لنتابع لحظة القدوم من نوة الى خط النهاية هنا مشاهدينا الاعزاء، ولحظة فوزها وانتصارها في هذا الشوط. التوقيت الزمني هو 2:54 20 جزء من الثاني. تهانينا لناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان على فوز نوه بالمركز الاول. بينما ثاني المراكز وصلت حصرية في 2:57 72 جزء من الثاني. تهانينا لنايف بن حمد بن سالم آل نابت المري، المركز الثالث كان من نصيب هيبة، وتوقيت هيبة هو 2:59 22 جزءا من الثانية. تهانينا لعبد الله بن سعيد بن محمد بن قربان الجحيش.